بأنم من الإبداع وبإحساس مرهف يعزف علي عمر زقيني على الناي منذ شبابه، لتخرج الألحان مليئة بالشجن تحكي عن تاريخ متميز لعازفها، والذي تخطى بعزفه الحدود ممثلا لليمن في مهرجانات ثقافية أقيمت في فرنسا وقبرص وسوريا. نالت مشاركته استحسان كل من سمعه ورأى مدى تمكنه من العزف. بدأت أعزف من سنة من التسعينات، وعاد أنا جاهل غنم. هذا الملك رحت وبارس، سافرت أنا في أيام عطية مكان عادوا في اسمه في ذبي، الأستاذ عطية سافر بنا، رحنا إلى باريس ورحنا قبرص ورحنا نهر السين. وكان عاد معانا سفرية عن نشاء، ورحنا سوريا أيام السبعينات المواقف، رحنا مع السيوف ومع على ما قال الجنابي ومع اللعب. احتفلنا في قوس النصر في باريس، واحتفلنا في المركز الثقافي الفرنسي. أجل عندي واحد لبناني قام يسألنا، قام يسألنا ما كان الناي ذي، قال لي كيف الناي ما ينقطعش، الناي حقك يبقى مستمر كيف ما ينقطعش. قام يتخبر معي ويتكلم معي، قلت له يا أخي حنا نهب أوسيجين في الفم، نتوصل أوسيجين في الفم، نخدون أوسيجين في الفم ونتنفس من الأنف. قال لي درست؟ قلت له ما درست، درست معنا بنا بعد مشاويه عمشاويه. قال لي كان اليمن خطير هذا الكلام. تتعدد مواهبه وإبداعاته، فبالإضافة للعزف فهو أيضا يجيد كتابة الشعر وإلقائه بصورة ارتجالية يتفاعل معها من يستمع له. جرد علم صب يتبع شل، زاد عظامي تماخا بي، من قبل ما شرقا وشفته تفاشر يشانقني، لفت علي وزاد تفاشر قل، يحسن معي بندق وشرمي وأهله كحاشد بكل القن، تطعن صل بعد ما ترمي. شيخ العازفين، هكذا يسميه أبناء قريته قرية المحوى في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة، والذين لا تحل أفراحهم إلا بوجود علي زقيني وعزفه الجميل فيها. في عزيف عادوا شباب، احنا كل احنا شباب، احنا العمشاوي ايوه غرام اللي عزيف صاحب عزف تمام بيكون ما فرنسا كذا، لكن هو شيخ العزافين ايوه. ما يصبرش تمام ولا فرح ولا الا بوجوده، اذا مش موجود الصبر ما تكونش حاليه ولا تكون لها معنى ولا لها، ما يكون موجود من غير الصبر خلاص الشباب والناس تجمع من كل مكان عشان تحتفلوا ولا يسمعوا. لو عنه يا أخي ما شاء الله قوة نتشربه يعني بكل القبائل، في لا كل لا قبائل لا الجراحي والمعاصلة كامل نتشربه قوي قوي في كل في كل المحاضر في كل الأفراح في كل هذا تمام. نتشرب الزقيني يعني الزقيني كده ما فيش قوة بعده يعني تمام. منذ شبابه وحتى قارب عمره الثمانين يستمر علي زقيني في ممارسة العزف ليثبت أن الإبداع ليس له عمر ولا فترة محددة.